مستر كيسة بورانين، نزلت مواصلة معكم في إصلاح تمرين الكتاب المدرسي، واليوم باش نصلحوا التمرين 12 صفحة 70. شنو فيه نص التمرين؟ يوجد عدد من بين الأعداد المقدمة بالجدول لا يقبل القسمة على 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 4 ضرب 5. عطيني مجموعة أعداد ويحب يشوف أنا ولي لا يقبل القسمة على هذا العدد. كنلاحظ شنو هما الأعداد؟ العدد الأولاني هو 2 ضرب 3 ضرب 5، اللي بعده هو 2 ضرب 9 40 50 27. من بين الأعداد هذوما، هذه هو 2 ضرب 3 ضرب 5، وهذيك كيفاش تكتب؟ هذه تكتب 2 ضرب 3 قوة 2 هكا، ولا ولا 40 كيفاش نحلها؟ يلزمني نحل ال 40 اللي كيما هكا نكتبها، معناها التفكيك الى جزء عوامل أولية. إذا ال 40 كيفاش تتفكك؟ قاسم 2 باش تعطيني 20، قاسم 2 باش تعطيني 10، قاسم 2 باش تعطيني 5، قاسم 5 باش تعطيني 1. إذا ال 40 هي تكتب 2 قوة 3 ضرب 5. باهي، 50 كيفاش تكتب ال 50؟ 50 كيف كيف نحلها كيما حليت ال 40، قاسم 2 باش تعطيني 25، 25 هي نورمالمون قاسم 5 هكا ولا باش تعطيني 5، قاسم 5 باش تعطيني 1. إذا 50 تكتب 2 قوة 1 ضرب 5 قوة 2. 27 نحل 27 كيما عملت في الأعداد هذوما الزوز، باش نحل 27. 27 تقبل قسمة على 3 هكا ولا؟ 27 قاسم 3 باش تعطيني 9، 9 قاسم 3 باش تعطيني 3، 3 قاسم 3 باش تعطيني 1. إذا 27 هي 3 قوة 3. باهي، شنو نلاحظ لهنا؟ عندي الأولاني هو 2 3 5، الثاني هو 2 3 قوة 2، اللي بعد هو 3 قوة 2 قوة 3 و 5، وهذا هو 2 قوة 1 و 5 قوة 2، وهذا 3 قوة 3. شنو نلاحظ؟ العدد اللي عطيهولي هو 2 قوة 3، 3 قوة 4 و 5 قوة 1 هكا ولا؟ يلزم يكونوا القوة ديما أصغر من العدد متاعي. هذا هو 2 قوة 1 هاني أصغر من 3، 3 قوة 1 هاني أصغر من 4، و 5 قوة 1 هاني مساوية، معناتها أصغر ولا مساوية ما عنديش مشكل. إذا هذا يقبل، العدد هذا يقبل القسم، فهمنا؟ لا يقسم، يوجد عدد لا يقسم العدد، إذا هذا يقسم العدد متاعي، هذا يقسم العدد، معناها كي نعمل عدد متاعي قسم، هذا قسمة مستوفات، هذا كيف كيف 2 قوة 1 و 3 قوة 2 هاني أصغر، هذا 3 قوة 3 مساوية و 5 قوة 1 هاويني أصغر، كيف كيف يقبل. باهي، وهذا 3 قوة 3 3 هاويني، وهذه 4 يقبل. قالت لي الإشكالية لهنا، هذه 2 قوة 1 ولكن 5 قوة 2، قداش عندي من 5 في 50؟ في 50 عندي زوز، وفي العدد اللي عطيهولي عندي 5 برك. إذا العدد هذاك شبيه؟ لا يقسم الجداء نتاعنا، إذا العدد هو الذي لا يقسم الجداء هو 50. إذا 50 هو العدد الذي لا يقسم الجداء 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 4 ضرب 5. فهمنا؟ تعدى الباء، شنو عطيني في باء؟ نفس الجداء، وعطيني أعداد مقدمة بالجدول، يوجد قاسم واحد، باش نطلع عليه القاسم الموجود. الجداء متاعي نفكركم به اللي هو 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 4 ضرب 5. عطيني مجموعة أعداد يحب يشوف أنا واللي قاسم نتاع الجداء متاعي. باش نبدا بالعدد بالعدد. الأولاني عطيني 2 ضرب 3 كلها قوة 4، هذي شنو تجي؟ هذي هي 2 قوة 4 ضرب 3 قوة 4. شنو نلاحظ لهنا؟ 2 قوة 4، 2 قوة 4 غير موجودة في الجداء متاعي، إذا فهو ليس بقسم، فهمنا؟ بما أن 2 قوة 4 غير موجودة في الجداء، يعني أنه ليس قاسما، معناها هذايا 2 في 3 كلها قوة 4 ليس بقاسم للجداء متاعي. نتعدى اللي بعدها، 2 ضرب 33 كيفاش تكتب به؟ تكتب 2 ضرب 3 ضرب 11 كيف كيف، لاحظ انه 11 هنا عندي 11 غير موجودة في الجداء، إذا ليس بقسم. يعني أنه ليس قسم، فهمنا؟ بعد اللي بعدها،
2 قوت 3 ضارب 3 قوت 2 ضارب 5. شبه هذه، هذا كل شبيه موجود في الجداء هذا، هكا ولا 2 قوت 3 في 3 قوت 2 في 5، هو موجود في هذا الجداء. اذا هذا شبيه قسم، هذا يمثل قسم، يمثل قاسما للجداء. باهي، هو قال يوجد قاسم وحيد. نجم نحبس لهنا خاطر اجبت على السؤال، ولكن باش نكمل نخدم بقيه الاعداد اللي عطيهم لي باش نزيدو نفهموا بهم اكثر. العدد الموالي 2 قوت 4 16 في 3، 16 في 3 يساوي 16. نجم نكتبها 2 قوت 4 ضرب 3. 2 قوت 4 ضرب 3 شبه 2 قوت 4 ضرب 3. عندي المشكله في 2 قوت 4 ليس موجود، اذا ليس بقاسم، خاطر 2 قوت 4 ماهوش موجود. ليس قاسم. ما هي العدد اللي بعدها 125. 125 كيفاش نجم نكتب هذه؟ هي 5 قوة 3. 5 قوة 3 هل انها موجودة ولا ليه؟ ليست موجودة، اذا ليس قاسم. إذا القسم الوحيد اللي أجبت عليه الموجود في موجود في السؤال متاعي في هذا الجداء هو 2 قوة 3 في 2 قوة 2 قوة 3 في 3 قوة 2 ضارب 5. باهي، 13 صفحة 70. شنو فيه تمرين شد المجموعات التالية؟ المجموعة الأولانية هي دي 54. شنو باش تكون دي 54؟ باش تكون 1 2 3 6 9 18 27 54. شو معناتها؟ معناتها العدد هذوما وقت نضربهم نعمل جداء ما بينها زوز ولا ثلاثة ولا أربعة من الأعداد هذوما باش نلقى العدد 54. فهمنا ولا كيفاش يتعمل هو العدد 54؟ تفكيك إلى جداء عوامل أولية، شنو باش يعطيني لهنا 54؟ باش تعطيني 2 قاسم 2 قاسم تقبل قسم على 2، باش تعطيني 27 هكا ولا قاسم 3، باش تعطيني 9 قاسم 3، باش تعطيني 3 قاسم 3، باش تعطيني 1. باهي، كي نعمل 1 ضرب 54 باش نلقى 54، كي نعمل 2 ضرب 27 هي 2 ضرب 27 باش نلقى 54. هنا كي نعمل 3، 3 ضرب شنو هي؟ مثلا عندي لهنا 2 ضرب 27 باش تجيني 54، كي نعمل 9 ضرب 3 ضرب 2 باش تجيني 54. إذا 9 ضرب 3 ضرب 2 باش تجيني 54، وإلا 9 ضرب 6 هكا ولا باش تجيني 54، خاطر 3 ضرب 2 هي 6. لهنا 18 كيفاش جاتني 18؟ هي 9 ضرب 2 ضرب 3. باهي، خاطر شنو نعمل؟ نعمل أولا 54 نجم نكتبها هي 54 يساوي 27 ضرب 2، هذه متفاهمين فيها، 27 ضرب 2 تجيني 54. باهي، 54 نجم نكتبها 9 ضرب 3 ضرب 2، كيما نجم نكتبها في عود 9 ضرب 3 ضرب 2 نكتب 9 ضرب 6، خاطر 3 في 2 6. كيما نجم نكتب في عود نكتب 9 ضرب 3 ضرب 2 نجم نكتب 9 ضرب 2 هي 18 ضرب 3، هكا ولا تفهمنا؟ إذا هذوما هما الجزئيات اللي عندي 18 موجود، 3 2 6 27 بالطبيعة، والواحد وال 54، 54 ضرب 1 تجيني 54. هذه المجموعة الأولى. المجموعة اللي بعدها دي 72. كيف كيف باش نخدم بنفس الطريقة؟ دي 72 باش نقول المجموعة هذه هي 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 و72. كيف كيف 72 وقت نقسموها الى عوامل، نقسموها الى جزء عوامل اوليه باش نلقى الاعداد هذوما الكل. باهي، هنخدم هيك هنا 72 باش نقسمها قاسم بطبيعة قاسم 2 باش تجيني 36 قاسم 2 خاطر 36 تقبل القسمة على 2 هكا ولا لا؟ عندي 30 قاسم 2 15 و6 قاسم 2 3، إذا 18 لهنا. قسم 2 باش تجيني 9 قسم 3 3 قسم 3 1. فهم هذه هي 72 قسمتها. شنو باش تولي تكتب 72؟ نجم نكتبها 36 ضرب 2، هاني 36 موجودة. نجم نكتبها 72 ضرب 1، نجم نكتبها 18 ضرب 2 ضرب 2، هاني 18 موجودة. باهي،
نجم نكتبها 9 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، 2 ضرب 2 ضرب 2 معناتها 8. ها وين 8 موجوده، 9 موجوده، 12 كيف كيف منين جاتني ل 12. ل 12 نجم نكتب 3 ضرب 2 ضرب 2، هذه نجم نعوضها ب 12. ل 24 كيف كيف، ل 24 نجم نعوضها زاد اخذ عندي التقسيم نتاعها. تفهمنا باش نطلعوا المجموعات نتاعنا؟ تعال نطلع المجموعه اللي بعدها دي 200 يساوي مش بنفس الطريقة، باش نقول العدد هذوما 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 و200. العدد هذوما كي نضرب زوز في بعضهم 3 نلقى ان العدد نتاعي اللي هو 200. تعدى العدد الاخرين اللي هو دي 245 يساوي 1 5 7 35 49 و245. فهمنا؟ أخذ لكم 245 لهنا، 245 كيف نحلها؟ شو باش نقسمها على 5 أول عدد، باش نلقى لهنا 49، 49 على 7 باش تجيني 7، 7 على 7 باش تجيني 1. إذا 245 كيفاش تتكتب؟ هي 5 ضرب 7 ضرب 7، هكا ولا 7 قوة 2. كيما نجم نكتبها 7 في 7 هي 35 ضرب 7، كيما نجم نكتبها 5 ضرب 49، هكا ولا 35 موجودة، 49، 205، كيما نجم نكتبها 245 ضرب 1. إذا اللي هما عندي الواحد، الخمسة، السبعة، 35، 49، 245 هما موجودين. هذا الواحد، هذه الخمسة، هذه السبعة، 35، 49، 245. باهي. سؤال ب، جد تقاطع المجموعات هذوما زوز معناها انهم الاعداد المشتركين في نفس المجموعات. نرجع بالطبيعه للاجابه على السؤال الاولاني ونشوف انهم الاعداد اللي يتعادوا في نفس المجموعات، باش نلقى العدد 1 2 3 6 9 و18. هذوما زوز موجودين في 54 وموجودين في 72. من بعد يحب دي 200 تقاطع 245 يساوي 1 و5. هذوما الزوز موجودين في 200 و245. نرجع لهنا باش نزيد نوريكم أكثر. المجموعة الأولانية تقاطع 72 و54، هذه 72 هكا ولا و54 أهو، هذوما الزوز أنهم العدد اللي يتعاودوا. عندي الواحد موجود فيهم الزوز، عندي 2 موجودة فيهم الزوز هكا ولا، عندي 3 موجودة فيهم الزوز، الأربعة لا، الستة موجودة فيهم الزوز هاي، التسعة موجودة فيهم لهنا ولهنا، الاثناش لا، عندي 18 تتعاود. 24 36 72. إذا التقاطع هو 1 2 3 6 9 و18، اللي بعدها 200 و245. كيف كيف 200 و245؟ أنا ملي تعاودوا بالطبيعة الواحد يتعاود فيهم الزوز. وعندي نشوف لهنا عندي 5، هاي 5 موجودة، 7 ماهيش موجودة لهنا، 35 ليست بموجودة، 49 ماهيش موجودة، و245 بالطبيعة ماهيش موجودة لخاطر أكبر من 200. فهمنا؟ إذا تقاطع المجموعات هما الأعداد اللي يتعاودوا فيهم الزوز، اللي يتعاودوا في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية. باهي؟ شنو في جي؟ جد إذا القاسم المشترك لـ 54 و72. باهي، كيفاش نخدم لهنا القاسم المشترك بيناتهم؟ بينات الأعداد هذوما الزوز. جي نفكك 72 إلى جذاء عوام الأولية كما مستنسين، قاسم 2 باش تعطيني 36، قاسم 2 باش تعطيني 18، قاسم 2 باش تعطيني 9، قاسم 3 باش تعطيني 3، قاسم 3 باش تعطيني 1. باهي، شو معناتها؟ معناتها 72 كيفاش يتكتب؟ 72 يساوي 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 2، 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 2. باهي، و 54 كيف كيف باش نفككها إلى جذاء عوام الأولية؟ شنو باش تعطيني 54؟ 54 قاسم 2 باش تعطيني 27، قاسم 3 باش تعطيني 9، قاسم 3 باش تعطيني 3، قاسم 3 باش تعطيني 1. إذا شنو باش تجيني لهنا 54؟ يصير 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 3. فهمنا؟ إذا القاسم المشترك اللي بيناتهم هذوما الزوز شنو هو؟ بين 52 بين 72 و 54 هو بلون مغاير. قاسم المشترك الأكبر بالطبيعة ل 54 و72 هو 2 ضرب 3 قوة 2. فهمنا؟ 2 ضرب 3 قوة 2 يساوي 18. علاش 2؟ لأن عندي 2 قوة 1 ولهنا عندي 2 قوة 3. نختار ديما الأصغر القوة لخاطر 2 قوة 1 موجودة في 54، ولكن 2 قوة 3 موجودة في 72، أما ماهيش موجودة في 54، ونحن حاجتنا بحاجة مشتركة، قاسم مشترك.
إذا لازم يكونوا زوز موجودين في الأعداد، وبالطبيعة ناخذ الأكبر، لهنا 3 قوة 3 ولهنا 3 قوة 2، مش ناخذ 3 قوة 2، خاطر 3 قوة 3 موجودة لهنا ولكن ماهيش موجودة غاديك، تفهمنا؟ إذا القسم المشترك الأكبر بيناتهم هو 2 ضرب 3 قوة 2 يساوي 18. نشوف القاسم المشترك الأكبر ل 200 و245، شنو باش يعطيني هذايا؟ كيف كيف باش نجي نحط 200 نقسمها ل 200 إلى جزء عوامل نفككها، قاسم 2 باش تعطيني 100، قاسم 2 باش تعطيني 50، قاسم 2 باش تعطيني 25، قاسم 25 قاسم 5 عفوا باش تعطيني 5، قاسم 5 باش تعطيني 1. إذا 200 يساوي 2 قوة 3 ضرب 5 قوة 2. 245 اللي مفككتها في السؤال اللي قبل تساوي 245، نعاود نخدمها لكم لأن باش نزيدو نتفكروا أكثر، 245 قاسم 5 باش تعطيني 49، قاسم 7 باش تعطيني 7، قاسم 7 باش تعطيني 1. إذا كيفاش تكتب 245 يساوي 5 قوة 1 ضرب 7 قوة 2، فهمنا؟ إذا شنو القاسم المشترك اللي بينات هذوما زوز اللي هما 200 و245 هو 5. إذا القاسم المشترك 200 و245 يساوي 5، علاش 5؟ نزيدو نثبتو، لهنا عندي 5 قوة 1، ولهنا عندي 5 قوة 2، إذا باش نختار 5 قوة 1، 2 ما نختارهاش خاطر موجودة في 200 ولكن ماهيش موجودة في 245، كيف كيف 7 هذه موجودة في 245 ولكن ليست موجودة في 200، ديما ناخذ القاسم المشترك اللي بيناتهم، باهي؟ تعال نصلح التمرين 14 صفحة 70، شنو فيه التمرين؟ احسب القاسم المشترك، القاسم المشترك الأكبر ل 72 و80، بالطبيعة نجي نفك كل عدد فيهم إلى جزء عوامل الأولية ونشوف أنه القاسم المشترك، نبدأ ب 80، 80 قاسم 2 باش تعطيني 40، قاسم 2 باش تعطيني 20، قاسم 2 باش تعطيني 10، قاسم 2 5، قاسم 5 1. و 72 كيف كيف باش نفككها إلى جزء عوامل الأولية، قاسم 2 باش تعطيني 36، قاسم 2 18، قاسم 2 9، 9 قاسم 3 3، 3 قاسم 3 1، فهمنا؟ باهي 80 كيفاش تكتب لهنا؟ 80 يساوي 2 قوة 4 ضرب 5 قوة 1، و 72 يساوي 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 2. إذا شنو القاسم المشترك اللي بيناتهم هذوما زوز، بينات العدد هذوما زوز، معناها الحالة اللي تتعاود موجودة فيهم الزوز اللي هي قاسم المشترك بيناتهم هو 2 قوة 3، عندي لنا 2 قوة 3 ولنا عندي 2 قوة 3 في 2، نجم نحلها هذه نزيد نحلها أكثر، يساوي 2 قوة 3 ضارب 2 قوة 1 ضارب 5 قوة 1، هكا ولا؟ باهي شنو الحاجات اللي تعاودوا؟ عندي 2 قوة 3 موجودة لنا وموجودة لنا، هذه هو الحاجة الوحيدة اللي تعاود. إذا القاسم المشترك الأكبر ل 72 و80 يساوي 2 قوة 3، 2 قوة 3 قداش اللي هي؟ 8، فهمنا؟ حبي يطلع القاسم المشترك الأكبر ل 366 96، كيف كيف نفس الطريقة نجي 360 نقسمها إلى جزء عوامل الأولية، قاسم 2 باش تجيني 180، قاسم 2 باش تجيني 90، قاسم 2 45، 45 تقبل القسم على 3، 15 قاسم 3 5، 5 قاسم 5 1. إذا 360 يساوي 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 1، باهي. و 96، 96 كيف باش نقسمها نفككها إلى جزء عوامل أولية، 96 تقبل القسم على 2 باش تعطيني 48، قاسم 2 24، قاسم 2 12، قاسم 2 6، قاسم 2 3، قاسم 3 1، راني ديما نأكد على جدول الضرب، لازم تكونوا حافظين جدول الضرب. إذا 96 يساوي 2 قوة 5 ضرب 3 قوة 1، باهي، هذه 2 قوة 5 نجم نزيد نحلها، هي 2 قوة 3 ضرب 2 قوة 2 ضرب 3 قوة 1. ولهنا عندي 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 1 ضرب 3 قوة 1 ضرب 5 قوة 1. شوف كيفاش نحل فيه، نحل فيهم بطريقة انه الاعداد نحب نبينهم الاعداد موجودين في الاعداد الموجودة في الزوز، في زوز اعداد. باش نلاحظ عندي 2 قوة 3 تتعاود وعندي 3 قوة 1 تتعاود. اذا القاسم المشترك الاكبر ل 360 و96 يساوي 2 قوة 3 ضرب 3 قوة 1، هذه اللي هي 8 ضرب 3، إذا بجديني 8 ضرب 3 يساوي 24، فهمنا؟ فهمنا كيفاش نلوجو القاسم المشترك الأكبر. كمل بآخر سؤال جيم، جد دي
72 تقاطع دي 80. احنا حسبناهم فككناهم هذوما الزوز، اذا شنو باش تجيني تقاطع المجموعات؟ باش يجيني 1 2 4 و8، معناها اللي موجوده في 72 وفي 80. وجد دي 360 تقاطع دي 96 يساوي 1 2 3 4 6 8 12 و24. باه نعاود ناكد، تفرجوا في الفيديوهات اللي فيهم ملخص للدرس، هذوكم باش يفيدونا برشا باش نتبعوا تمارينات مع بعضنا فيهم كيفاش نلوجوا على تقاطع المجموعات. باهي نزيد ناكد، تبعوا فيديوهات نتاع ملخص الدرس، كان تابعوني على سابورانات، ما نزيدش نكمل نصلح لكم التمارينات، ما عادش برشا في تمارين الكتاب المدرسي، تبعوهم وصلحوهم وعاودوا خدموهم وحدكم التمارينات هذوما ان شاء الله، باش بعد ما نكمل الاصلاح باش نتعدى نخدم لكم سلسله من التمارينات على الدرس الاول في بالنسبه للسنه السابعه اساسيه.